ومن بعد ما هيئنا الرسمه فوق الثوب، دابا غادي ندوزو نرسمو. والالوان اللي غادي نستعمل يعني الاسود والابيض كيف العاده، الابيض 44 هذا فقط، غير غادي نفتح به بعض الالوان لان الثوب ابيض يعني ما عاديش نحتاج اللون الابيض، غير فقط غادي نفتح به اللوينات. واللون الاسود 19 نمرة 19، اللون الابيض 44، والازرق هو اللي غادي ندير في هذا لي كارو. وبغيت نفتحه واحد شويه بعد اللون الابيض باش يعطيني شويه من الفتح. كاين لون اورانج 63 او برتقالي اصفر او دوري رقم 62، وكاين الغوز 64 غوز انديا، وكاين الاخضر يعني غير خلط ما درت ليش يعني خلطت بين الزرق والصفر وشويه البيض باش يعطيني لون اخضر. والبانسو رقم 6، ان شاء الله غادي نبدا بالكارو. الازرق والابيض اللي غادي نفتحو اللي كيبغي شويه ديال الدقه. يعني ممكن من الافضل تستعملي الشتاء، يعني الريشه تكون رقيقه جدا، يعني تكون اصغر او ارق ريشه باش تجيك مفينيه مزيان في هذه الحاشيه هنايا يعني. وغادي ندير كارو ازرق، وغادي نتخطى كارو نخليه ما نصبغوش، ونزيد نعاود نصبغ الكارو الاخر زرق. يعني غادي يكون كارو مصبغ وكارو لا. يعني حاولي ما تخرجيش على السطر. يعني بغيتي تكون الصباغه يعني ثابته مزيان، تخليها تتنشف شويه وتعاودي عاوتاني لي كارو باش تيلا تصبنط تبقى ثابته. وكنأكد على دائما المصلوح صلحي من الخلف، هذه قاعده ثابته.
يعني إلا مصلحتي من الخلف يعني كل شي مشى دغيا، غتكشف الصباغة يعني تخلي التاي ينشف وتعاودي ليه. بين عاوتاني هاد الكارو والكارو اللي مصبوغي بيناتهم، غادي تصبغي هاد الكارو نفس الشيء، غديري هنا عاوتاني كتبقاي غادي بهاد الطريقة تا تكملي كاع لي كارو. عندك تغلطي يعني عندك تصبغي يعني دي ما خلي كارو خاوي وتبقاي بهذا الشكل، كارو عامر وكارو خاوي. صافي كتبقاي غادي بهذه الطريقه بهذا اللون الازرق حتى تكملي لي كارو. غادي ندوز للورود،
حاولي تخلي الدخل هنا يكون ما تلونيش الورقة كلها. تحاولي تديري شوية الكحل على الفوق، وتبقاي تجري هكدايا باش يعطي يعني شوية ديال الظلال. وكاينه واحد السيده سولتني قالت لي يعني تعلمات صباغه وبغات يعني تستغلها انها تاهي ديرها في القفاط من الجلال والقش، وسولتني على الاثمنه. بالنسبه للاثمنه يعني كل زواقه والثمن ديالها وداكشي، يعني كل واحد ممكن يدير انا اثمنه خاصه بيا، ممكن الاخرى نفس الشيء، يعني كلها وحسب حسب الحجم ديال الزواقه، اشنو دخلت ليها، واش دخلت ليها لي ستراس، دوك لي ستراس واش غاليين، يعني حسب. ما عادش نقدر نقول يعني اي ثمن، ضروري خصني نعرف الرشمه والحجم ديالها يعني واش درتها كثيره، واش يعني حسب. صعيب باش تقولي يعني اي تمام.
هذه غادي نخدمها باللون الازرق. يعني ممكن تستعملي الوان اخرى يعني حسب الذوق ديالك، ممكن تستعملي كلهم يعني في الغوز او كلهم في الصفر او كلهم في الازرق. الى جاتك الصباغه شويه قاصحه ممكن تزيدي لها بعض القطرات ديال الماء. باقي غادي نعاود ليه وقت ما زدتي ليه كيزيد يعني كيعطي منظر. درشنا شويه بغات الدقه، يعني الدقه المتناهيه سورتو في هاد لي كارو، يعني خص يكونوا مصبوغين مزيان.
ندوز اللون البرتقالي. يعني اللي كيعجبهم الالوان تكون مبهجه يعني ممكن دير هاد الالوان اللي درت. دابا غادي نخدم باللون الدوري. كنفضل انك تشمر شمه باللون ببابي كربون يكون اصفر باش ما يتوسخ لك الثوب، لان الى سورتو الا كان الثوب ابيض سي ميو انك ديري بابي كربون يكون فاتح. يعني تخليه حتى ينشف، تعاودي ليه لا دوزيام كوش. باش تبت لينا دائما الصباغة مزيان.
وكيف ما كتشوفوا راني كملت الزواقه، درت اللون فاشن باللون ديال الورده الدوري، ودرت هذا الاورانج والوردة البلو، درت ليها فاشن زرق، والغوز درت ليها ايضا فاشن غوز. تما يبان ليكم القلب، نقدر باقي ما نشوف ليا هادي، نتمنوا غير شويه. نتمنى هاد الرسمه تعجبكم وبقاو معايا ان شاء الله باش نشوفها كيفاش طلعت لينا في الجلابه، وشكرا.